نبقى الآن مع كلمة الحفل وفضيلة الشيخ محمد باقر الشيخ، يتفضل محفوفا ومكرما بأعلى الأصوات بالصلوات. بداية أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة سيدنا سيد العابدين زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. ورد عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي، النزق وقلة الكتمان. قبل أن نبين معنى هذا الحديث المهم الذي وصلنا عن الإمام السجاد عليه السلام، نذكر مقدمة يتضح من خلالها أهمية هذا الحديث زيادة على ما فيه من أهمية. هذه المقدمة هي أن أعمال الإنسان على نحوين، فتارة تكون أعماله فردية ويكون مردودها فرديا عليه أيضا وحسابها فردي أيضا، وأخرى تكون أعماله أثرها اجتماعي، أثرها يكون أثرها اجتماعيا ويكون مردودها على المجتمع، وبالتالي يكون حسابها أيضاً على المجتمع. نلاحظ في الآيات هذا التقسيم أيضاً، فقد ورد في سورة الجاثية قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، مو واحد ولا اثنين، كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب كتاب أمة، هذا الكتاب ليس كتابا فرديا، هذا الكتاب تحضر الأمة ويعرض ما فيه من أعمال على الأمة كمجموعة. في آية أخرى في سورة الإسراء نقرأ قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب ليس كتابا للأمة، لذلك يقال له اقرأ كتابك، يعني هذا الكتاب كتابا فرديا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن يتبين من الآيات الكريمة أن بعض الأعمال تسجل في كتاب الفرد، وبعض آخر من تلك الأعمال يسجل في كتاب الأمة، مما يعني أن الإنسان كما أنه تتوجه إليه تكاليف خاصة به، تتوجه إليه تكاليف تجاه أمته، وإذا تخلف عن تكاليفه الفردية حوسب، وكذلك إذا تخلف عن تكاليفه الاجتماعية حوسب أيضا. الآن نرجع إلى الرواية. الرواية تقول: وددت والله، يعني الإمام عليه السلام يتمنى، وددت ويقسم على هذا التمني، أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي. افتديت يعني أقدم هذا الشيء لكي يترك الشيعة هاتين الخصلتين.
افتديت خصلتين في الشيعة، في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي. ويذكر بعض الشراح بأنه إذا قطع لحم الساعد فإن الإنسان لا يبقى عادة على قيد الحياة، يعني المقصود مو أنه جرح أو ما شابه ذلك، لا، يفتدي الشيعة بلحم ساعده. ما هي هاتان الصفتان اللتان في الشيعة؟ النزق وقلة الكتمان. والمقصود من النزق الخفة والطيش وعدم الصبر، الاستعجال. وقلة الكتمان يعني عدم كتمان الأسرار، إفشاء الأسرار. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً بهذا المضمون يقول عليه السلام: أمر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاروا منهما على غير شيء. يعني بعد تضييعهما لهاتين الخصلتين صاروا منهما على غير شيء، لا شيء لهم، الصبر والكتمان. هاتان الروايتان إذا عرضناهما على المقدمة التي ذكرناها وهي وجود تكاليف فردية ووجود تكاليف اجتماعية، فهذا يعني أن الصبر كما هو مأمور به كل فرد منا كذلك الأمة مأمورة بالصبر، وكتمان الأسرار كما أن كل شخص منا مأمور به فكذلك الأمة مأمورة بهذا أيضا. والنزق والطيش والخفة كما يحصل من الفرد قد يحصل من الأمة أيضا. وقلة الكتمان، الكتمان هي بالكسر، بكسر الكاف، وقلة الكتمان كما تصدر من الشخص من الفرد تصدر من الأمة أيضا. أمثلة عدم الصبر الذي يكون من الشخص نفسه كثيرة، كثيرة جدا. ولذلك ورد عنهم عليهم السلام أن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج ليس فرجا خاصا، كل صبر يؤدي إلى الفرج يصدق عليه بأنه أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما الذي يقابل انتظار الفرج؟ عدم الصبر. عدم الصبر والاستعجال الذي يصدر من الفرد يؤدي به إلى كثير من المزالق. كذلك الاستعجال إذا نشأ من الأمة يؤدي بالأمة بتمامها إلى المزالق. خلنا نجيب مثال للاستعجال من جانب الفرد ومن جانب الأمة. قد يكون الاستعجال من جانب الفرد في تقديم نفسه في مواقع ليس أهلا لها، يدرس مثلا لكنه يستعجل إظهار نفسه، يستعجل تقديم نفسه، يستعجل المبادرة إلى الأماكن التي لا يستلمها عادة إلا من له أهلية خاصة. هذا قلة صبر، هذا نزق، نزق يصدر من الفرد. قد تستقبله الأمة بنزق أيضا فتقدمه، يرفعونه، فهو لم يصبر والأمة أيضا لم تصبر. ماذا تكون النتيجة هنا؟ تكون النتيجة كما يقول الإمام الصادق عليهم السلام: تكون الأمة على غير شيء، لا قيمة لها،
لأن من ليس له أهلية قد تقدم، والأمة بدل أن ترفض ذلك قامت بقبوله والزيادة في تقديمه. وإذا راجعنا حياتنا سنجد أمثلة كثيرة من هذا القبيل، ليس على مستوى معين، ليس على مستوى خاص، قد يكون هذا النزق وقلة الصبر في الجانب الديني، فيتصدى من ليس له أهلية دينية إلى الطرح العام، ويتصدى المجتمع إلى استقبال هذا الطرح في الجانب الأسري. قد يتصدى من ليس له أهلية لطرح حلول على مستوى الأسرة، وتتلقفها الأمة أيضا بذلك، ويكون بعد ذلك كل منهما ليس على شيء. في جانب العمل الاجتماعي، في جانب العمل الخيري، ولو أردنا أن نعدد لرأينا أن كثيرا من مشاكلنا سببها هذه الخصلة في الأفراد وفي الأمة. يتقدم الفرد وليس له أهلية، وتقبله الأمة وتعطيه الأهلية، هذا أمر. هذا الأمر الإمام يقول: لو استطعت أن آخذ هذه الخصلة من الشيعة وأقدم قطعة من لحم ساعدي لفعلت. لماذا هذا الأمر؟ لماذا يقسم الإمام؟ لماذا يتمنى الإمام أن يفعل ذلك؟ لما له من ضياع في المجتمع الإمامي، في المجتمع الشيعي. هذه الخصلة كما أنها خصلة فردية فهي خصلة اجتماعية. هذا من جانب. من جانب آخر، قلة الكتمان أيضا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. على مستوى الفرد تجد أناسا يصعب عليهم مسك أي سر يقدم إليهم. أنت تعمل مثلا في مؤسسة اجتماعية، لابد أن تحفظ هذه الأسرار التي تدار في داخلها، ما يقدر يتكلم إلى فلان، فلان ينقله، فلان ينقله، انتشر، كل سر جاوز الاثنين ذاع، ما يوقف بعده. هذا قلة الكتمان التي تحصل من الفرد أيضا يوجد لها حاضنة في الأمة، حاضنة في المجتمع. فما إن تتلقف الأمة هذا الخبر أيضا إلا وسارعت في نشره. مشكلة تحدث مثلا بين شخصين، لو واجهوها بالكتمان يمكن أن تحل بأبسط الأمور، ما إن تخرج هذه المشكلة إلى أكثر من شخص إلا ويتعقد حلها. من الذي يساهم في ذلك؟ الفرد والأمة، الفرد والمجتمع. هذا على مستوى شخصين كصديقين. مشكلة بين مؤسسة ومؤسسة تنتقل إلى خارج المؤسسات، تتلقفها الأمة، يتلقفها المجتمع، تزداد تعقيداً وتزداد صعوبة، فيعودون كما يقول الإمام الصادق عليه السلام يصيرون على غير شيء لا قيمة لهم. من خلال هذين الحديثين يمكن أن نتوصل إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام إحدى أسباب عدم وصولهم إلى قيادة المجتمع، وهم أكفأ الناس على قيادة المجتمع،
أكفأ أفراد لقيادة المجتمع هم الأنبياء والأئمة عليهم السلام. إحدى الأسباب التي جعلت منهم لا يصلون إلى هذا المقام هو قيادة المجتمع والوصول به إلى الكمال، الوصول به إلى الرقي. إحدى أهم الأسباب التي ساهمت في ذلك النزق وقلة الكتمان. النزق وقلة الكتمان هي التي أودت بحياة بعض أئمتنا عليهم السلام. مر قريبا ذكرى استشهاد إمامنا الكاظم عليه السلام، وسمعتم أن إحدى أسباب سجن هارون للإمام الكاظم عليه السلام هو إفشاء الشيعة إلى مقام الإمامة، إفشاؤهم لما كان ينبغي عليهم أن يدققوا في كتمانه هو الذي أودى به الأئمة عليهم السلام. كذلك في زماننا النزق وقلة الكتمان سببان رئيسان في عدم تقدم المجتمع، سببان رئيسان في عدم كمال المجتمع، في تأخر المجتمع. إحدى أسباب تأخر العمل التطوعي مثلا النزق، يطلع شخص مثلا ويتكلم على أفراد، يتكلم على مؤسسة، الجماعة يستقبلون هذا الخبر، بعد ذلك يتراجع الناس عن هذا العمل. ما الذي سبب تراجع الناس عن هذا العمل؟ هذا النزق من فلان وعدم الكتمان من علان هو الذي أوصل إلى هذه النتيجة. إذن الإمام السجاد عليه السلام إحدى وصاياه المهمة والتي ينبغي أن تكون درساً لنا وينبغي أن تكون دائماً نصب أعيننا وصيته بهاتين الصفتين، صفة الصبر وصفة الكتمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وأن يرزقنا مجاورتهم في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على هذه الذكرى وأمثالها في حال أفضل من هذا الحال، بحق سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أمتعتم الحفل مرحى شيخنا فلكم جزيل شكري من الأعماق أهديه، نرجو على العهد أن نلقاك ثانية في محفل قادم للآل نحييه. كل الشكر والتقدير لكم سماحة الشيخ محمد باقر الشيخ على كلمتك القيمة التي تناولت فيها إضاءة على الحديث، وردت والله أني افتديت خصلتين في شيعة لنا ببعض لحم ساعدي، النزق والكتمان أو قلة الكتمان. كما أشرت إلى أن الأعمال الإنسان أو أعمال الإنسان عفواً بين الفردية والاجتماعية، وأوضحت بالأمثلة القرآنية الفرق بينهما، وأوضحت أن الصبر وكتمان الأسرار هما من الأمثلة على التكاليف والأعمال الفردية والجماعية، كما أن الاستعجال والنزق قد يطبق على الفرد أو الجماعة ويضر على الفرد والمجتمع. فشكرا لك على هذه الكلمة.